الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رحمه الله. وهنا تأتي التوجيهات السامية من سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة أم القيوين حفظه الله ورحاه. وأيضا هنا المتابعة والرعاية الكريمة حيث يتشرف هذا الميدان في هذا الصباح في أول يوم لهذا العرس التراثي الكبير بحضور سامي لسيدي سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد إمارة أم القيوين، حيث يرعى برعايته الكريمة انطلاقة سباق صباح هذا اليوم. ينطلق في هذه اللحظات الشوط الأول الرئيسي للحجاج لمسافة 4 كيلومترات، وعلى شرف السيف سيف سيدي ولي العهد الأمين سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد، بالإضافة إلى سيارة مقدمة من سعادة فري بن حموده الظاهري. يا سلام، تنطلق الأمال وتنطلق أيضا الأمال والطموح والنيل بهذا السيف وبهذه السيارة، سيارة سعادة فري بن علي بن حموده الظاهري. نسير إلى المقدمة، نسير سمحة في المركز الأول لراشد بن سعيد الشمطي في مقدمة الشوط مسيطر على الموقف مبكرا. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، خصلة تأتي في المركز الثاني لحمد بن سهيل بن خيرات العامري. النقلة التالية على المركز الثالث لحمد بن مصبح بن عبود من خلال الشعار. المركز الرابع، المركز الرابع، هنا التدخل في هذه اللحظات. المركز الرابع الشهامة لسليب بن علي بن خميس العامري. والمركز الخامس العمري، والمركز الخامس، المركز الخامس لعبية تأتي في المركز الخامس لمنصور بن عبد الله بن ضاعن الاغفلي. هذه الخمسة المراكز الأولى المتقدمة أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، اليوم يوم الفرح، أول بداية السباق، وهذا المهرجان الكبير الذي يرعى برعاية كريمة من سيدي أبو أحمد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى بهذا الحضور المشرف بهذه الرعاية الكريمة في شوط السيف. والأجواء ممطرة وجميلة في ميدان الشعب. نعود إلى الشهامة، الشهامة، ويذكرني هذا الاسم بأحد الذلل التي صالت وجالت في ميادين سباقات الهجن. هذه الشهامة لسليم بن علي بن خميس العمري. والنقلة التالية على المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني، هذه ناصية، ناصية لمصبح بن محمد من سالم الدرعي. ننتقل مباشرة إلى المركز الثالث وأرى أنجاد لحمد بن مصبح بن عبود الغفلي. المركز الرابع، المركز الرابع، المركز الرابع، الحقه وصلت، الحقه لمحمد بن عبد الله بن سليم الدرعي. النقله التاليه على الجانب الاخر، هناك من الجانب الاخر اللي تدخلت في هذه اللحظات. يا سلام، يا هوشوط، كم مره تاتي في المركز الخامس لسعيد بن محمد
آل سالمين المنصوري. هذه النتيجة أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، النتيجة للخمسة المراكز الأولى المتقدمة، والسيف يتجول، السيف يول، يول السيف بين السبك، بين هذه البكار، البكار والشهامة لا زالت مسيطرة، لا زالت مسيطرة. سليم بن علي العويسي من السلطنة الشقيقة، من السلطنة. نعود إلى مقدمة الشوط، ولكن اللي غيرت، اللي غيرت مشهد، مشهد مشهد لغدير بن سيف بن صريج الاجتبي، غيرت غيرت النتيجة. يا سلام يا بن صريج، هل السوار يطالبونك بالسلام، يطالبونك بالسيف، السيف السيف السيف. يا سلام يا الخران، الخران بيصبح، الخران بيصبح، الخران. سلام يا راس الخيمة. مشهد مشهد مشهد، هي صاحبة السيف، هي صاحبة السيف، ولي العهد، راعية الإنجازات الكبيرة، تهانينا والناموس لغدير بن سيف بن صريج الاجتبي. النقلة الثانية على المركز الثاني اللي وصلت، المركز الثاني الفائزة لسعيد بن محمد بالشرقي العامري، المركز الثالث نشوف، لأن كان الدخول سريع، الدخول سريع للغاية. تهانينا لك يا بن صريج، سلام سلام للصريجات كافة، سلام واسعد الله صباحكم على هذا الفوز، وسلام يا الخران. هذه مشهد، شكرا لمخرجنا، 6 دقائق ثانية 3 من الأجزاء. تهانينا والناموس لغدير بن سيف بن صريج الاجتبي على هذا الفوز، صاحب مشهد، صاحب السيف، سيف ولي العهد المركز الثاني. الحقه 6 دقائق 3 ثواني 4 من الاجزاء. تهانينا لمالك الحقه محمد بن عبد الله بن سليم الدرعي المركز الثالث الفائزه، 6 دقائق 3 ثواني 4 من الاجزاء. تهانينا لسعيد بن محمد بالشرقي العامري، والمركز الرابع، بنشوف المركز الرابع، بنتأكد المركز الرابع اليذابة، 6 دقائق 4 ثواني جزئين من الثاني. تهانينا لمالك اليذابة محمد بن محمود الوهيبي المركز الخامس، هذه اللي وصلت خلال المركز الخامس تحمل رقم 31 الشهامة، 6 دقائق 4 ثواني 7 من الأجزاء. تهانينا لمالك لسليم بن علي بن خميس العويسي. هكذا كانت النتيجة، تهانينا والناموس لغدير بن سيف بن صريج الاجتبي على هذا الفوز، وسلام يا جلفار، سلام يا السوان، سلام يا راس الخيمة، سلام لغدير بن سيف بن صريج الاجتبي على هذا الفوز. وأعطيكم نبذة عن هذه البكرة، عن مشهد، بأنها صاحبة إنجازات، إنجازات سابقة، واليوم تضيف